الفصل الرابع الأمن المنطقي أو Logical Security. الوسيلة الأولية لحماية نظم المعلومات من الدخول غير المصرح به تقع في تصميم وبرمجة نظم الرقابة في الأمن المنطقي لهذه النظم، سواء كانت نظم تشغيل، نظم إدارة قاعدة البيانات (Database Management System) أو برنامج تطبيق. تصميم الأمن المنطقي. تدير نظام الأمن عمليا يمكن الدخول غير المقيد على النظام ولا حرية التصرف في النظام. التحدي الذي سيواجه فريق تصميم النظام هو تصميم نظم رقابية للحد من الأنشطة التي يمكن أن يقوم بها مدير النظام الأمن. هناك وسيلتين يمكن تصميمها النظم الرقابية على أنشطة مدير أمن النظام. واحد، برمجة النظام بحيث يمكن لمدير أمن النظام الثاني إجراء أي إضافات أو تغييرات أو مسح لأي كلمات مرور المستخدم وصلاحية عملية الدخول وعمل تغييرات على عملية تشغيل وأمن النظام. اثنين، برمجة النظام لحفظ جميع الأحداث المتعلقة بنظام الأمن. تطبيق إجراءات من خلالها يتم فحص الحفظ بشكل منتظم لاكتشاف أي أنشطة غير عادية أو غير مصرح بها، خاصة من قبل مدير أمن النظام. يمكن أن يتم برمجة النظام أيضا بحيث لا يستطيع مدير أمن النظام مسح أو تغيير ملف الحفظ. بهذه الطريقة فإن مدير أمن النظام لا يمكنه إزالة دليل مسار المراجعة للأنشطة غير المصرح بها من ملف الحفظ. إذا شعر مدير أمن النظام بأن أنشطتهم يتم توثيقها وحفظها بشكل أوتوماتيكي ويتم فحصها، فلن يقوم بأي أنشطة غير مصرح بها. ده نظام جديد في إبان. بعد اكتمال عملية البرمجة والتحميل، يجب برمجة النظام للتعرف على اسم مستخدم النظام وكلمة السر الأولى، يجب تحديدها بدقة في وثائق النظام في حالة ما إذا احتاج النظام إعادة تحميل في تاريخ تحميل. أطول أو أقل طول كلمة سر المطلوبة للمستخدم يجب برمجتها لنظم ذات المخاطر العالية، ثم يتم إدخالها من قبل مدير أمن النظام. النظام أيضا يجب برمجته بحيث لا يمكن رؤية كلمات السر من قبل مدير أمن النظام، لذلك يجب تشفير ملف كلمات السر باستخدام لوغاريتم تشفير كامل. والملفات المشفرة تعتبر أكثر صعوبة في التغيير أو السرقة بالمقارنة مع الملفات غير المشفرة. اسم المستخدم وكلمة المرور يجب أن تظل في حالة التشفير في حال نقلها من خلال أي وسيلة اتصال شبكية. يجب برمجة النظام بحيث يسمح لمدير أمن النظام بوقع كلمة السر الأولى على الأقل بثمانية حروف لكل اسم مستخدم. عندما يوقع المستخدم المرة الأولى، النظام سوف يسمح للمستخدم بتغيير كلمة السر خاصته في هذه الحالة. مدير أمن النظام يعتبر ممنوعا من معرفة كلمات السر المستخدمين الآخرين على افتراض أن ملف كلمات السر يتم تشفيره بشكل دائم. يجب أولا إشارات أمن النظام يجب أن يتم وضعها على مستوى النظام ككل وعلى مستوى كل مستخدم في على حدة. هناك 5 إشارات آمنة شائعة على مستوى النظام ككل تشمل 1 أمثل طول كلمة السر. أو أمثل طول لكلمة السر، النظام يجب عليه رفض أي مستخدم يحاول إدخال كلمات السر بحرف أقل من الإشارات. في أغلب نظم الأنشطة التجارية، أقل طول لكلمة السر من 8 أحرف يعتبر كافي. مع ذلك، إذا كان النظام الذي نحن نصده يتعرض لعمليات تشغيل عالية المخاطر، فإن أحرف إضافية سوف تكون مبررة حتى إلى 20 حرف أو أكثر. فترة انتهاء صلاحية كلمة السر. عندما تنتهي فترة صلاحية كلمة السر، النظام سوف يشعر كل مستخدم بإدخال كلمة السر القديمة بالإضافة إلى كلمة السر الجديدة على وقتين متتاليتين في أغلب التطبيقات التجارية. فترة انتهاء الصلاحية لكلمة السر 60 يوم تعتبر كافية. فإحنا أشرنا الحاجات دي قبل كده في المعايير. عدد المحاولات المسموح بها المتكررة الغير ناجحة للدخول قبل إكتاب اسم المستخدم
إذا وصلت محاولة الدخول غير الناخة إلى رقم محدد، فإن النظام سيفرض اسم المستخدم، والإفراط يعني بأن اسم المستخدم لن يكون صالح للاستخدام حتى يكون مدير أمن النظام بإعادة تثبيت اسمه. وإيقاف اسم المستخدم عند 3 محاولات دخول غير ناجحة متتالية يعتبر كافي للإغلاق التشغيلية والأمنية. الوقت في أيام الأسبوع الذي يمكن لاستخدام الدخول فيه، النظام يجب أن يرفض أي محاولة مستخدم للدخول على النظام خلال أوقات اليوم أو أيام الأسبوع التي خارج فترة 5. فترة السكون المسموح بها قبل أن يخرج المستخدم من الموقع أوتوماتيكيا، النظام هيحفظ ويغلق أي ملفات لازالت نشطة، وإنهاء التطبيق وإخراج المستخدم لتخفيض مخاطر خاصة بالدخول غير مسرع. عادة فترة دورة الخروج لمدة 10 دقائق أو أقل يجب أن يوصل. الضوابط الرقابية على الأمن المنطقي، يجب تحديد وتقديم الضوابط الرقابية على الأمن المنطقي الأربعة التالية إلى مدير أمن النظام. 1. كلمات السر، يجب أن يتم حجبها لإعاقة المستخدمين من الدخول. إدخال كلمات سر تخمينية بسيطة، مثلا يمكن برمجة النظام بإشارات قابلة للتغيير فيما يتعلق بأقصى رقم تحرك متابعة التي يمكن السماح بها، وكذا كلمات السر مثل AAA أو ADA يتم منعها. 2. برمجة النظام بحيث يطلب على الأقل رقمين أو رمزين غير هجائية في كلمة السر، مما يجعل كلمات السر أكثر صعوبة في التخمين. برمجة النظام بحيث يمنع المستخدم من إدخال كلمة السر التي سبق استخدامها حتى لا يسمح النظام للمستخدمين بإعادة استخدامها. 4. برمجة النظام بحيث يسمح فقط لهوية مستخدمين محددة للدخول من أماكن عمل محددة، فمثلا هوية مستخدمين تدخل من على طاقم تشغيل الحاسب الآلي لا يمكنها الدخول من إدارة البرمجة، والعكس بالعكس، أي محاولة من مستخدم الدخول على رقم تكون مختلف عن رقمه سوف يتم رفضه. إدارة أمن النظام، إدارة أمن النظام هي عملية من خلالها يتم حماية نظم المعلومات ضد الدخول غير المصرح به والتبديل أو التدمير المقصود أو غير المقصود. إدارة إجراءات الرقابة على الأمن المنطقي يعد بعد أن يتم تطبيق النظام تتسم بنفس الأهمية كتصميم إجراءات الرقابة على الأمن المنطقي. الوظائف الأساسية المرتبطة بالأمن يتم أداءها من قبل مدير أمن النظام ومراقبة النظام والمساعدة في حماية ومنع حالات الاستخدام غير المصرح المحتملة عند إنشاء اسم مستخدم للمرة الأولى في النظام. على مدير أمن النظام أن يمنح المستخدم صلاحية لدخول، وعلى مدير أمن النظام القيام بهذا العمل فقط عند استلام المصفة مكتوبة أو عبر رسالة. التلاعب أو الغش في التحويل الفردي، أنواع عديدة من التلاعب كالتلاعب في القروض يمكنها أن تكلف المؤسسة المالية خسائر كبيرة. بعض عمليات التلاعب في القروض تأخذ سنوات حتى تصل إلى نصف أمنها ومؤثرة، بينما بعضها يتطلب من المسلم بذل جهد كبير في إعداد وظائف مختلفة لمنع اكتشافها بينما يحاول القيام هذه القائمة توضح أهمية الحاجة إلى نظم رقابية كافية في بيئة التحويل الورقي. في بنك كبير في شرق الولايات المتحدة تعرض لخسارة 1.5 مليون دولار لمدير سابق إلى مكتب مراقبة دولي، عندما علم المدير أن البنك خفض وظيفة أمن المعلومات أثناء القيام بإعادة هيكلة المال فيه، تخلى عن عمل في مكتب المراجعة وأنشأ مكتب استشاري خاص به متخصص في أمن وسلامة البلد باستخدام العلاقات الإلكترونية حسب مستشارة على الأدوات السرية للحاسب الآلي مباشرة من المسؤول في إدارة نظم المعلومات. باستخدام هذه الأدوات بدأ في تحويل برقي يبلغ 4.3 مليون دولار من حساب عميل تجاري إلى حساب قمر فتحه في سويسرا. في نفس الوقت تم اكتشاف عملية التلاعب في المنتجات. المستشار على الفور سافر إلى سويسرا وسحب ما يعادل 1 مليون دولار 300 ألف دولار عملة سندات يحملها مبلغ 1.2 مليون
بعد 7 مليون شهر شيكات بعد ما يطلب المؤامرة وخارج الولايات المتحدة. تم إلقاء القبض على المستشار محمد الشرطي الجمالي عند محاولة العودة للولايات المتحدة. هناك كان قد أنفق 1.3 مليون دولار ولا زال بحوزته 2.7 مليون من خلال الاستجواب لحق سرقة طرف المستشار محمد الشرطي التي عاقبتها بغرامة 1000 دولار أو 5 سنوات سجن عند تبادل المستشار مع السلطات عن كيفية ارتكاب الجريمة. المحكمة لم تغر المستشار حكما ب 30 شهر في السجن أقل من صفر. هذا الموضوع يشير إلى الحاجة بأن جميع الموظفين على جميع المستويات في المنشأة يكونوا مضاربين بشكل كافي لصالح، ليس لتخاصم المعلومات الحساسة مع أي شخص آخر إلا إذا كانوا متأكدين تماما من طرف الطالب مصدق. الحقيقة يعتقد أن الغش ارتكب مساعدة واحد أو أكثر من موظفي البنك، وهذا يوضح الحاجة لما يتم تصميم نظم المعلومات بحيث لا يستطيع موظفين الدخول على الكثير من السر. تقرير آخر ذكر أن مديرة سابقة لاتحاد ائتمان واشنطن دي سي دوتت مذنبة في اختلاس ما يقارب 412 مليون دولار خلال الفترة لأكثر من 3 سنوات من خلال وسائل أخرى تحويل أموال إلكترونية إلى حساب الخاص، حيث يمتلك اتحاد ائتمان واشنطن دي سي أصول بمبلغ 1.7 مليون دولار فقط. فقد واجه الإفلاس وتم تصفيته بصالح اتحاد الائتمان الوطني. كل من هذه الحالتين كانت نتيجة عن قدرة موظفين موصول فيهم خداع نظم الرقابة الداخلية المطبق من خلال استغلال موقعهم الوظيفي. حالة خاصة بتصميم الأمن المنطقي وأوجه القصور الرقابية نتيجة التطور تنوع التطبيقات. فيما يلي جمع أوجه القصور الرقابية المختلفة للأمن المنطقي موجودة في بيئات متنوعة لنظم المعلومات في عدد من المنشآت المختلفة خلال السنوات المختلفة. أول قصور هذه يمكن إيجادها عمليا في بيئة أي نظام معلومات في أي منشأة. مثلا واحد، أثناء مراجعة التقارير والتطبيقات المحاسبية لإدارة الاستثمار وجد أن كلمات السر المستخدمين يتم تصميمها بحيث تنتهي صلاحيتها كحد أدنى بعد 6 أشهر وكحد أقصى بعد 3 سنين. هذا يقدم مثال آخر عن ضعف تصميم أمن النظام. النظام يجب عدم تصميمه ليسمح بإمكانية إنهاء صلاحية السر بعد 90 يوم على الأقصر، ويقدر أكثر 60 يوم. أثناء مراجعة تطبيق سجلات الفحرسة وجدت العديد من أوجه القصور في تصميم أمن النظام. مثلا ملف كلمات السر كان غير مشعر، لا توجد خاصية إطلاق نقطة دخول المستخدم بعد فترة زمنية محددة يكون فيها المستخدم غير نشط أوتوماتيكي. أسماء المستخدمين لا يتم إيقافها مؤقتا بعد محاولات دخول غير ناجحة متتالية. أظهرت مراجع التطبيق أعداد وثائق منح خروج عقارية أن كلمة السر لمدير أمن النظام كانت 4 رموز فقط ولم يتم إخراج الرمز أكثر من سنة. 7، أظهرت مراجع نظم نظام تحويل البنك لمؤسسات مالية ضخمة محاولات متتالية للدخول غير الناجح مسموح بها قبل تعديل اسم المستخدم.